مستمرين في حديثنا عن التغيرات المناخية والمشروعات الخاصة بالمزارع السمكية اللي بتتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، علشان كده لازم يكون في منظومة لرصد أي ملوثات في مياه التصريف الخاصة بالمزارع السمكية. احنا معنا نموذج لمزرعة أسماك في منطقة العبور واجهت مشكلة كبيرة في جودة وحجم الإنتاج بسبب التغيرات المناخية، لكنها قدرت من خلال منظومة رصد الملوثات إنها تتجاوز هذه الأزمة وترجع مرة تانية لمعدلاتها الإنتاجية الطبيعية. من 5 سنين تقريبا بعض الشباب قرروا ان هم يعملوا مزرعه خاصه وصوب زراعيه زي ما احنا متعودين عليها عشان يزرعوا يعني محاصيل تخرج في اوقات غير توقيتها. لكن كمان التغيرات المناخيه خلال 5 سنين اللي فاتت كان ليها تاثير اكيد عليهم. هم اضطروا ان هم يلجأوا لاساليب جديده عشان يقدروا يحافظوا على منتجاتهم ويقدروا يحافظوا على الثروات اللي بتخرج ليهم بشكل عام سواء كانت زراعيه او غير زراعيه. يعني ايه غير زراعيه؟ يعني دلوقتي بقى في حاجه اسمها اكوابونيك هيدروبونيك. الأكوابونيك هي الزراعة السمكية. الزراعة السمكية مش بس بتطلع منتج زراعي أو بس بتطلع منتج سمكي، لا، أنت بتطلع الاتنين مع بعض بطريقة أمنة وصحية. الحكاية بدأت بفكرة لتوفير منتجات زراعية صحية وزيادة للدخل، لكن الأهم إنها اتطورت ووصلت لأفكار وطرق جديدة تزود بيها الإنتاج وكمان تحافظ على البيئة عن طريق صوب زراعية ومزارع سمكية تشتغل في نفس المكان وكمان تخدم بعضها في دايرة صحية متكاملة. هو الهدف الرئيسي من مزرعة أجريماتيك هو إنتاج الزراعة بدون تربة سواء كانت هيدروبونيك أو أكوابونيك. الزراعة الهيدروبونيك هي إن أنا بنمي النبات في بيئه غير البيئه اللي هو معتاد عليها اللي هي التربه العاديه، تمام، وبعمل له امداد بكل العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. الزراعه بدون تربه الهيدروبونيك انواع زي دي دبليو سي او المياه العميقه ونظام المواسير ونظام الداتش باكت. في جزء تاني اللي هو الزراعه الاكوابونيك وهي بتبقى عباره عن او الزراعه الاحيومائيه، اسمها الزراعه الاحيومائيه، بيتم زراعه السمك بتربيه السمك في احواض خاصه بيه وبيتم امداده بالعلف وتغذيته، وطبعا في الاحواض دي بيكون موفرين له الاكسجين ودرجه الحراره المناسبه والبي اتش المناسب. بعد ما السمك بياكل العلف المخرجات اللي بتطلع من السمك بتمر على فلتر بيولوجي بيحولها لصوره مناسبه للنبات، بتروح للنبات، النبات بيمتص منها العناصر اللي هو محتاجها وبعد كده ترجع الميه للسمك تاني ميه نظيفه. الهدف الرئيسي من المزرعه اللي هي او الهدف الرئيسي من الزراعه بدون تربه حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو يوفر ميه، بنوفر لحد 95% من الميه، والحاجه الثانيه اللي هو مضاعفه الانتاج والانتاج في غير الموعد. يعني انا في الصيف حاليا بنتج خس، الخس اللي يتم انتاجه في الصيف، فده الهدف الرئيسي من 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 عمليه الزراعه بدون تربه او من المزرعه اللي هي الزراعه بدون تربه. لذلك احنا معظم او كتير من شغلنا حولناه للميكنه او اللي هو التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة. يعني أول ما بتجيلي الشتلة بتنزل بتقعد في حوض صغير بتقعد 15 يوم، بعد كده بنفرضها، بتتفرض بتخش على فوم كبير، يعني الفوم بيكون فيه مجال شوية إن الزرع برضو لما تكبر تاخد مجالها، ما تبقاش متضايقة. يعني الفوم التاني بيكون بيبقى فيه عدد كبير جدا، 72 شتلة في الفومة الواحدة، دي فومة هي بس فيها 18 خرم بس فقط، دي بتقعد برضو 15 يوم. نبدأ نحصد نطلع الاوردرات بتاعتنا. المزارع السمكية بتوفر مياه مشبعة بأغلب العناصر الغذائية للزراعة، وفي نفس الوقت السمك بيتغذى على العلف الصحي وبيعيش مرة تانية في مياه صحية. والفكرة اتطورت أكتر ودخلت في عالم التطور التكنولوجي وأصبح لأجهزة قياس العوامل البيئية المحيطة بالزراعة دور أكبر في تخفيف مشقة العمل على أصحاب المزارع وكمان تقليل هدر المياه وهدر المنتجات. الـ
الاجهزه بتاعتنا بتساعد طبعا المزارعين في الشغل بتاعهم في الجزء بتاع التربه، ان هو بيقيس الحراره والرطوبه، كمان بيقيس الحمضيه والقلويه والمدوحه بتاعه التربه، وده اللي بيمكن المزارع ان هو يدي للنبات المايه اللي هو محتاجها بالكميات المناسبه للنبات. كمان رينايل بتقدم تكنولوجي في مجال الزراعه السمكيه، ودي اجهزه بتقيس الحمضيه والقلويه في المايه، بتقيس الملوحه، بتقيس الحراره، كمان بتقيس الاكسجين المذاب في المايه، وبالتالي بتوفر عوامل مناسبه لتربيه الاسماك في المايه، بالاضافه ان هي كمان بتساعدنا ان احنا بنقلل تكلفه الطاقه اللي احنا بنشغلها في المزرعه، لان هي بتبدا ان هي تقول المزارع امتى هو محتاج ان هو يشغل الاجهزه دي وامتى ان هو محتاج ان هو يوقفها. أفكار محلية وعالمية بتتطور وتتغير طول الوقت في محاولة للحد من التغيرات المناخية عن طريق توفير المياه وإعادة تدويرها وتنوع الإنتاج من زراعي وسمكي، والجديد كمان إنهم بيكملوا بعض.